نرحب بكم مجددا مشاهدينا الكرام مستمرين معكم في حديثنا المسائي. في هذا الجزء سوف نتحدث عن متى سوف تعود الحكومة الشرعية إلى العاصمة المؤقتة عدن لمزاولة أعمالها، والكثير من الملفات تنتظرها هناك، وربما ما أسباب هذا التعطيل. وباقي معنا السيد ياسين التميمي المحلل السياسي المعروف، والآن ينضم معنا من حضرموت السيد محمد بلطيف رئيس الدائرة السياسية لإصلاح حضرموت. مساء الخير سيد محمد. مساء النور والسرور. تحية لك سيدي. إذا يعني حزب الإصلاح إصلاح حضرموت دعا يعني وشدد على أن تعود الحكومة للعاصمة المؤقتة عدن، ولكي تمكن أيضا لأداء عملها في العاصمة المؤقتة عدن. ربما ما خياراتكم أنتم في الحزب الضغط ليعني السير في هذا الطريق وعودة الحكومة ويعني تنفيذ أيضا اتفاق الرياض بشقيه السياسي والعسكري؟ أول البداية نشكر قناة جمعي شباب على هذه الاستضافة وعلى فتح هذا الملف في هذه اللحظة المهمة. شكرا. والتي يعني تعتبر بارزة أمل بعد توقيع اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة. نعم. لأنه قد انتهت مبررات بقاء الحكومة ومؤسسات الدولة خارج البلد. سيد محمد هل لا زلت معي؟ نعم، يبدو أن هناك مشكلة مع السيد محمد، والمشكلة من المصدر. سنحاول ربما ونعاود الاتصال مع السيد محمد بلطيف رئيس الدائرة السياسية لإصلاح حضرموت. سيد ياسين، يعني شكلت الحكومة وأخيرا وتم استثناء يعني من تم استثناؤهم من هذه الحكومة، إلى الآن لم تعد الحكومة العاصمة المؤقتة عدن، متى سوف تعود؟ وهل نستبشر خيرا ربما بهذه التوليفة الحكومية أنه سيكون هناك مستقبل وعودة إلى العاصمة المؤقتة عدن؟ طبعا هذا ما نتمناه ونتطلع إليه. التأخر في أداء القسم الدستورية، وهي طبعا عملية تسبق بدء الحكومة لممارسة عملها، ربما تكون مرتبطة بإجراءات الحجر والإجراءات السعودية لمنع يعني إغلاق الحدود تقريبا لأسبوع أو أسبوعين، لا أدري كم هو. قد ربما يكون الأمر مرتبط بهذا تحديدا، وهذا يشير إلى أي مدى هناك خوار في هذه المسألة. هناك حالة من حالات الاستهتار بعملية أساسية كهذه، بمعنى أن الوزراء المتفق عليهم وثبتت قائمتهم كوزراء ومرشحين ثابت من طرف الأحزاب، هؤلاء كان المفروض أولا أن يؤتى بهم إلى السعودية. يعني أبدو القبول الشخصي بتولي هذا المنصب يأتي على الفور إلى السعودية. بمجرد إعلان الحكومة تؤدي اليمين الدستورية الحكومة. هذا العائق الذي أفترضه، وهو عائق سعودي في المقام الأول. العائق الثاني ربما يرتبط بعدم اكتمال الاستعدادات اللوجستية في مدينة عدن. مدينة عدن للأسف الشديد غير مؤهلة لاستقبال الحكومة. هناك وزراء يريدون أن يقيموا ويستقروا في مدينة عدن. كان الوزراء السابقون يواجهون مشكلة في السكن في معاشيق، يعني 3 وزراء في غرفة واحدة. هذه قمة المهانة والإذلال. يعني في مرحلة نضالية يمكن تقبل هذه الفكرة، لكن أن يحشروا في هذه الزاوية لأن هناك مجلس انتقالي مدعوم من الإمارات خارج المدينة يمنعهم من حرية الحركة ومن السكن في أي مكان آخر غير معاشيق، فهذا إذلال، وأنا لا أعتبره نضال ولا أي شيء آخر. يبدو أن المسألة لم تحل حتى هذه اللحظة، وعدن ليست مستعدة. المجلس الانتقالي لم تنسحب قواته من عدن، وهذه مشكلة كبيرة جدا. هل السعودية تمارس الضغوط على الانتقال لسحب قواته من عدن قبل عودة الحكومة؟ هذا أفترض هنا عاملا ثانيا، اللي هو ربما أن عدن لوجستيا غير مستعدة، ثم أن عدن ربما غير مهيئة. لكن من الناحية العسكرية والأمنية، هذه النقطة الأخيرة للناحية العسكرية والأمنية أعتقد أنها لا تهم السعودية، لأنه لو كانت السعودية معنية بإخراج قوات الانتقال من عدن لأخرجت هذه القوات منذ وقت مبكر، وبالتالي لديها استعداد ربما لإبقاء، أو أن السعودية ومعها الإمارات يريدان أن تبقى عدن فترة طويلة محفوفة بالمخاطر. نعم. بحيث تأتي الحكومة، بالكاد تأتي الحكومة وتستقر هناك، لكن مجلس النواب يأتي فقط يعقد جلسته العامة ليمنح الثقة للحكومة، ثم يعود كل نائب إلى مسكنه في الشتات.
لا يراد مجلس النواب أن يبقى في عدن لممارسة سلطاته الدستورية، ولهذا عدن مجلس النواب سيبقى في عدن في حال أصبحت عدن طبيعية. نعم. الحكومة مع وجود القوات الانتقال في عدن لا يمكنها أن تطبع الأوضاع في مدينة عدن. هنا إذن هناك جملة عوامل ربما لا تزالت تعيق إلى الآن لم يتم حتى حل حالتها. سيد ياسين، عاد معنا السيد محمد بالطيف رئيس الدائرة السياسية لإصلاح حضرموت، هل تسمعني سيد محمد؟ نعم أسمعكم. نعم انقطع الاتصال وأنت تتحدث، يعني وأكمل فكرتك لأني سألتك ربما ما خيارتكم أنتم أيضا في حزب الإصلاح للضغط لعودة الحكومة الشرعية إلى العاصمة المؤقتة عدن وممارسة عملها كما أنتم يعني دعوتم لذلك أنتم في إصلاح حضرموت. نحن كأحزاب سياسية منظمات مجتمع مدني خياراتنا هي خيارات الشعب، خياراتنا هي خيارات المواطن. نحن نعبر عن تطلعات وآمال وطموحات المواطن البسيط الذي يعيش في هذه الأرض. هذا المواطن اليوم يعاني من غياب الحكومة، بل يعاني من غياب الدولة ومؤسسات الدولة بشكل عام. هذا ألقى بظلاله على حياة الناس، على ظروف معيشة الناس، على الأمن والاستقرار. ألقى بظلاله على الجبهات المقاومة التي تواجه الانقلاب الحوثي في المتارك. لأنه عندما يشعر المقاتل أو المقاوم في الجبهة بأن حكومته وبأن مؤسسات دولته غير موجودة على الأرض، لا شك أن ذلك يفت في عضده ويضعف من عزيمته ومن معنوياته. أصبحت يعني وجود الحكومة خارج البلد أصبحت عار، وأيضا أصبح يعني مسبة على اليمنيين بشكل عام وعلى المواطن وعلى المقاتل الذي يقف ويضحي بدمه وبروحه وبعزمه يملك في الجبهه دفاعا عن هذه الدوله وعن مؤسساتها وحلمه وطموحه ان تعود هذه الدوله الى ارض الوطن، فيراها مشتته في الشتات ولا يرى هناك يعني بارده امل في ان تعود. كلما يعني بدات المبادرات والحديث على حول عوده الدوله وجد هناك اعادات. هذا يقدم نموذج سيء للاسف الشديد لدى المناطق الاخرى التي تريد ان تتحرر من ربكه الانقلاب الحوثي. فعندما يرون هذا السوء وهذا الضعف وهذا التردي في المناطق المحررة لا شك أن ذلك يضعف فيهم التحرك والتآزر مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. نعم. لاستعادة ما تبقى من الوطن في يد هذه الميليشيات الانقلابية. نحن كمواطنين وكشعب في حضرموت خرجنا اليوم للأسبوع الرابع على التوالي نطالب بعودة الدولة، بعودة الحكومة، نطالب فعلا أن نرى اليوم بعد تشكيل الحكومة لم يعد هناك أي مبرر لبقائها في الخارج. نعم، أنتم ترون أن ليس هناك مبررات. ربما تحدث السيد ياسين معي هنا في الاستوديو أن هناك جملة من العراقيل إلى الآن لم يتم حلتها أو حتى يعني العمل على حلها سيد محمد، فبالتالي هل يعني تعتقد أنه يعني سيتم حل هذه المعضلات والعراقيل سوف تحل، أم يعني ستكون الحكومة يعني في الرياض ولن تكون هناك عودة للعاصمة المؤقتة عدن؟ نحن هذه يعني بارزة أبل ونتمنى يعني أن تعود، وأنه كما قلت لم يعد أصلا لم يكن أصلا مبرر يعني بهذا الفترة طول هذه الفترة هو بقاء الحكومة في الخارج. إنما اليوم أصبح المبررات التي كانت موجودة يدعو أنها كانت موجودة الآن لم تعد موجودة بعد أن اتخذ يعني الفرقاء على الأرض على حل يعني هذه المشاكل وايضا توقيع اتفاق ثم بعد ذلك تشكيل الحكومه المشتركه، لم يعد هناك اي مبرر. فلذلك يعني ارى انها المشكله الكره مرميه في يعني مرمى الحكومه نفسها والتحالف والقوى التي تنضوي تحت لافته الشرعيه والمدعومه من التحالف. فاذا هنا لم يعد هنا اي مبرر، واذا حصل اي تبصير فإن المسؤول عنها الآن هو الحكومة الشرعية وأيضا التحالف نفسه. نكون صريحين وواضحين مع أنفسنا ومع شعبنا ومع أهلنا، يعني لا داعي لل نعم. يعني السيد محمد قبل أن أختم معك، كيف تنظر إلى موقف التحالف؟ يعني هل سيكون هذه المرة جادة ويعني يمضي ويضغط لأجل إنجاح هذا الاتفاق وأيضا إنجاح عمل الحكومة وعودتها للعاصمة المؤقتة عدن؟
نحن الآن لا نزال يعني ننتظر القسم، إذا كان كنا نتوقع أن يكون القسم في عدن، ولكن يبدو أنها تأخر. ما يكون في الرياض لا مشكلة، سننتظر، لكن بعد ما يؤدي اليمين الدستورية فعلى اليمين أن يعود، وإلا فسوف تثار كثير من أسئلة الاستفسار عند الناس وعند الشعب وعند المواطن البسيط، وربما تنتظر أسئلة أكثر في هذه الحكومة وفي المنظومة كلها وفي عملية رعاية الدولة والشرعية بشكل عام يعني. فنتمنى أن يعني أن لا يتأخر هذا الموضوع عن الأيام القريبة العاجلة، الأسبوع بالكثير يعني. نعم، أنا أشكرك. أنا أمل في أن نعم تعود الدولة والحكومة إلى نعم، كلنا نتمنى ذلك، أن تعود الحكومة وتمارس أيضا صلاحياتها وتطبع الأوضاع في العاصمة المؤقتة وجميع يعني المناطق المحررة. رئيس الدائرة السياسية لإصلاح حضرموت السيد محمد بلطيف، شكرا جزيلا لك سيدي لانضمامك معنا. سيد ياسين، كيف ترى من بعد هذه التوليفة الحكومية بالنسبة للمجلس الانتقالي؟ هل هناك تغير في خطابه السياسي أو حتى الإعلامي؟ هل هناك يعني ربما نستشف سيكون هناك تغيير في سياسته، ويكون هناك ربما أيضا تماهي مع هذه الحكومة، ويكون يعني تشتغل جنبا إلى جنب الحكومة الشرعية؟ طبعا هناك حقيقة ينبغي تثبيتها، وهو أن المجلس الانتقالي هو رجع صدى لسياسات إقليمية وبالأخص سياسة التحالف بشقيه الإماراتي والسعودي، وبالذات الإماراتي. المجلس الانتقالي كان يصعد باتجاه السلطة الشرعية بشكل عام، وكان يستبعد البقاء أو يعني التحالف مع ما يسميها ميليشيا الإصلاح إلى آخره والأخوان إلى آخره. أبقى ضمن التصعيد هذا نحى الرئيس جانبا، أبقاه بعيد عن الهجوم، وهذه استراتيجية وتكتيك متفق عليه. هو يعلن أن هدفه الأساسي هو فصل الجنوب عن الشمال، لكن اليوم المجلس الانتقالي أصبح جزءا من حكومة وحدة وطنية أو هكذا، رغم أن اسمها حكومة كفاءات سياسية، لكن في النهاية حكومة وحدة وطنية. وهذه الحكومة يعني طبقت في مبدأ المناصفة مخرجات الحوار الوطني، الذي يدعي المجلس الانتقالي أنه ليس جزءا منه، لكن فين، ويعتقد أنه هذا المنجز حققه هو، لكن في الحقيقة هو تطبيق المخرجات الحوار الوطني. الآن هناك اعتدال في الخطاب لدى المجلس الانتقالي كما نلحظ، لكن من الواضح أنه بدأ الآن يطرح فكرة استكمال الترتيبات العسكرية وفقا لاتفاق الرياض، وكأنه يريد أن يقول أنا نفذت ما يخصني من هذا الشق، وبينما هو لم ينفذ شيئا. أبين على ما هي عليه، لم يسلم زنجبار، سقطرة على ما هي عليه، عدن على ما هي عليه من تواجد عسكري لقوات الانتقال. هو اليوم يبحث عن تواجد عسكري في شبوة في وادي حضرموت في المهرة. طبعا هذا النوع من التعقيد ربما يؤشر إلى طبيعة المرحلة المقبلة، يعني بمعنى أنه المجلس الانتقالي عندما يمارس نوع من التضييق على سياسة الحكومة وهي موجودة في عدن سيكون له هذه المبررات، ثم ندخل في نزاع جديد. نعم. وتدخل السعودية في آلية جديدة داخل منظومة الحكومة نفسها. في هذه الحالة الحكومة لن يعني المجلس الانتقالي سيستحدث المشكلة من داخل الحكومة نفسها، وسيقدم نفسه على أنه متمرد وحكومة في نفس الوقت، وهذا سيزيد المشهد تعقيدا للأسف الشديد. لست متفائلا، لأن الأمر ينبغي أن يرتبط بحسن نوايا الأطراف الإقليمية، ليست هناك حسن نوايا وخصوصا من جانب الإماراتيين. جميل، نتوقف عند هذه النقطة سيد ياسين، وأشكر تواجدك معي الليلة سيد ياسين التميمي، الكاتب والمحلل السياسي المعروف. شكرا جزيلا لك سيدي لانضمامك معنا، ونشكر كل من ضموا معنا في حلقة الليلة، سيد منصور الشدادي الناشط الشبابي الذي حدثنا عبر الهاتف من باريس، وكذلك سيد محمد بلطيف رئيس الدائرة السياسية لإصلاح حضرموت حدثنا عبر الهاتف من حضرموت. إذن بهذا نصل إلى ختام هذه الحلقة من حديث المساء، ألقاكم على خير.